أسعد الله مساءكم بكل خير، وقدم لكم نشرة السابعة من الفضائية الشادية. غادر صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العاصمة نجمينة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وسيشارك يوم غدا رئيس الجمهورية بالعاصمة الفرنسية في المؤتمر العالمي حول ليبيا. ونظم هذا المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل خلق رؤية وطرق للخروج من الأزمة الليبية. وكان في وداع رئيس الجمهورية لدى مغادرته العاصمة نجمينة بمطار حسن جاموس الدولي عدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية والسيدة عمدة بلدية نجمينة. صادق صباح اليوم البرلمان على مشروعي قانون الأول يخول رئيس الجمهورية للمصادقة على القانون المتعلق بتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والآخر يخول الرئيس الموافقة على بروتوكول القضاء على تجارة التبغ. تفاصيل لدى خليل حسن صالح. مشروعي قانون ناقشهما أعضاء الجمعية الوطنية يقضي الأول منهما على المصادقة للمشروع الذي يخول رئيس الجمهورية بالموافقة على القانون المتعلق بتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية والموقع بتاريخ 19 من يوليو من العام 2017 بنيو دلهي الهندية، والذي قدمته أمينة الدولة في وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي دونلوجي أليس نيامباي. وبعد عرض التقرير أمام البرلمانيين، قدم ممثلو الشعب أسئلة حول ضمان احترام الدول لمعاهداتها ومدى استفادة تشاد من هذه الاتفاقية ومعرفة أهمية المحافظة على المناخ والدور الذي تلعبه الطاقة الشمسية في الحفاظ على سلامة الكرة الأرضية. وبعد الطرح الكافي لأبعاد هذا التقرير، صوت البرلمان ب 127 مع المشروع مقابل 0 ضد هذا المشروع. أما المشروع الثاني فيقضي بالمصادقة على قانون يخول رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول القضاء على التجارة المحرمة لمنتجات الطبغ والمتعلق بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة التبغ المعتمد في العام 2012 في سيول بكوريا الجنوبية. ووفقا للتقرير، فإن التبغ يعتبر آفة عالمية وتشاد غير مستثناة من هذه القاعدة. ووفق منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد المدخنين ب 1.1 مليار، وإذا لم يتم القيام بأي عمل فإن النسبة ترتفع إلى 1.64 مليار من هنا لعام 2025. وعلى المستوى العالمي يموت شخص واحد كل 6 ثواني بسبب التدخين، الأمر الذي جعل أعضاء البرلمان يصوتون على هذا المشروع بالإجماع، مقدمين اقتراحات لوزير الصحة العامة عزيز محمد صالح بتكثيف التوعية واتخاذ قرارات صارمة لمنع هذه الآفة التي يروح ضحيتها الآلاف من الشباب. قدمت مساء أمس وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة مادلين ألينكي قدمت بيانا بخصوص إضراب موظفي الدولة الذي دعت إليه التجمع النقابي البلاتفورم. نتابع جزء من بيان الوزيرة بترجمة محمود مسلفيل. Le gouvernement de la 4e République est surpris par la grève lancée de manière unilatérale par la plateforme syndicale. إن حكومة الجمهورية الرابعة تفاجأت بالإضراب الذي أعلن من قبل التجمع النقابي البلاتفورم، وهذا سيعرقل عملية الحوار الاجتماعي التي كانت بين السلطات العليا بالبلاد وأعضاء التجمع النقابي بشأن مفاوضات منذ أيام مع وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية لإيجاد حلول لمشكلة كافة عمال الدولة. هذا وإن الحكومة قد دفعت رواتب شهر مايو في الوقت المحدد، لذا فإن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس الحكومة رأس الدولة تعهد شخصيا لإيجاد حلول ناجعة لحالة الموظفين، حيث طلب منهم التضامن والوطنية وفهم الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ونظرا لهذه الصعوبات، فإن الحكومة ستواصل في جهودها لأجل إيجاد حلول مناسبة لكل متطلبات العمال. وعلى هذا الأساس فإن الحكومة تطلب من التجمع النقابي وشركاء الاجتماعيين الاستمرار والمتابعة في الحوار لإيجاد جو اجتماعي هادئ من أجل مصلحة الجميع. كما تطلب الحكومة أيضا من الموظفين مواصلة العمل في أماكنهم المختلفة
إلى حين تجد الحكومة حلا لمشكلتهم من أجل تحسين حالتهم التي يمرون بها. قدم ظهر اليوم وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله بيانا حول الاحتفال باليوم الوطني للشباب دورة هذا العام. نتابع ما جاء في هذا البيان. عم بعد يكون يوم مهم جدا. اليوم ده كمان أسسوا في دكري 158 في شهر 3 1996. فات أنا جنازة مهيل كده يلموا البنات والرجال عوين كله يتبدلوا الأفكار ويذكروا في حياتهم الماضي. بيتم معنا والشباب والفكرة 2030 وبنادوها سموه الشاد عن دايرين فوق ندوروا فوق. تم الحاسة شارودا جاب بعد التفكير شاد شال قرار مع الكاتريم ريبوبليك حول كل الأشياء استراتيجية شالت بدور كده يعني الجنازة يلقى مهيل في السياسة بتشات. أنا كمان دارين الجن اللي دورو الشباب أنا دارين منكم يكون الشباب عندهم أفكار وعندهم نية وطنية عشان نقدموا البلد. وده كمان ماشي مقابل مع حكومة مع سياسة بتاع الرئيس إدريس ديبوي في بروجرام بوليتيك حقا. وأنا كمان نقول كل جهد نزو عشان نلقوا حل للشباب عشان ده. أنا قلنا فرام فيه فرام كان سوى في الشهر الماضي وشهر 9 الجاي نلمو ونفاليدي دوكيومون على بوليتيك ناسيونال على جينيس. وبعدين كمان نشوف كيف نصنعو سو اجانس ناسيونال انا فولونتاري انا جن. وايضا كما استقبل وزير ترقيه الشباب والرياضه والعمل محمد نصر عبد الله ممثل برنامج الامم المتحده من اجل التنميه بالبلاد حيث ناقشا الطرفان سبل تدريب الشباب للمساهمه في التنميه. تفاصيل لدى عباس عبد بكر. لقاء استمر زهاء الساعة بين وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله مع ممثل برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية لدى البلاد ستيفان تول. وتمحور اللقاء حول كيفية دعم مبادرات الشباب والأعمال التنموية في مجال التربية والمواطنة، وأيضا الحوار ما بين الأجيال لتغيير سلوكيات الشباب وأقليتهم، وذلك عبر برنامج يوتناك الذي يعد برنامجا جديدا. وخلال اللقاء ثمن الوزير هذه البادرة التي وصفها بالإيجابية موضحا بأنه عبر هذا البرنامج سيتم إيجاد فرص العمل للشباب. ممثل برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ستيفان تول صرح بأن هذا اللقاء الذي يعد هو الأول من نوعه له مع الوزير سمح له بشرح برنامج الأمم المتحدة مؤكدا بأن الشباب ينبغي تدريبهم من أجل المساهمة في تنمية البلاد. عقدت وزيرة الزراعة والري أهلي جيب ياسندا لقاء مع مسؤولي المشاريع التابعة للوزارة بهدف التعرف على سير عمل المشاريع وكذا الصعوبات. تفاصيل لدى حليمة سعدية يعقوب. من أجل التعرف على كيفية سير عمل المشاريع التنموية لوزارة الزراعة والري جاء هذا الاجتماع الذي جمع وزيرة الزراعة والري ليدي بياسيندا ومسؤولي المشاريع العشرة التي تعمل في مجالات التنمية الزراعية في مختلف أقاليم البلاد. في كلمتها بهذه المناسبة وزيرة الزراعة والري ليدي بياسيندا أكدت في حديثها بأن هذا الاجتماع يدخل في إطار اهتمامات الحكومة في مجالات التنمية الزراعية بمختلف أنواعها المتمثلة في الأرز والدخن والذرة الشامية. وفي نفس الإطار تم تقديم عرض المشاريع السابقة للوزيرة الجديدة وأخبت الوزيرة بأن مثل هذه المشاريع هي على غاية الأهمية في رفع أجلة التنمية الاقتصادية. والجدير بالإشارة أن هذا اللقاء استخرج زهاء 3 ساعات لتبادل الآراء والأفكار حول الصعوبات التي تعاني منها المشاريع التي هي على قيد التنفيذ، وذلك من أجل إيجاد حلول ناجية لهذه المشاريع التابعة لوزارة الزراعة والري.
ترأس الأمين العام لوزارة البيئة المياه والصيد أعمال الاجتماع الإقليمي للجنة بحيرة تشاد حول تقديم الحصيلة الشاملة للورش الوطنية. تفاصيل لدى محمد حسن آدم. إن مسألة حماية بحيرة تشاد من الاندثار والحفاظ على مواردها الطبيعية تعتبر من أولويات الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، وعليه جاء انعقاد هذا الاجتماع الإقليمي لتقديم الحصيلة الشاملة للورش الوطنية حول التفاكر لإنشاء مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية والحياة البرية بمنطقة حوض بحيرة تشاد بيوبالت، وذلك بدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. ممثلة مكتب اليونسكو بدول غرب ووسط إفريقيا ليولين رونديري أشارت إلى أهمية هذا المشروع في الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وكذا الاستفادة من مياه البحيرة في حياتهم اليومية. المدير الفني للجنة حوض بحيرة تشاد ماناب بكري أشاد بالشراكة الديناميكية القائمة بين منظمة اليونسكو ولجنة حوض بحيرة تشاد، والتي مهدت الطريق لإنشاء هذا المشروع بغية التوازن البيئي وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة بالمنطقة. الأمين العام لوزارة البيئة والمياه والصيد أوليفييه كيمتو في كلمته بهذه المناسبة أكد بأن هذه البادرة توافق مع سياسة الحكومة الرامية إلى حماية البيئة، مضيفا بأن هذا المشروع يسمح برفع التحديات العالقة أمام الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد لتحقيق الأهداف المنشودة. وننوه إلى أن أعمال هذا الاجتماع الإقليمي ستستمر حتى 31 من شهر مايو الجاري. ترأست صباح اليوم الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان البرنامج الخاص لحماية البيئة والتغيرات المناخية. بحر الدين عبد الشافع. دعم للبرنامج الوطني التي أولتها الحكومة عناية فائقة لمسألة حماية البيئة ومكافحة الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية داخل الأراضي الوطنية، حيث نظمت مؤسسة الإغاثة للتنمية وتأهيل النساء حملة توعوية لصالح طلاب مجمع تيلم تيلم التعليمي وكذا مدرسة سلطناء الابتدائية بحي جوجة، حيث تحدثت كل من رئيسة قسم الأعمال بمجمع تيلم تيلم التعليمي فاطمة زهرة بريمة ورئيسة مؤسسة الإغاثة للتنمية وتأهيل النساء عن أهمية البرنامج الوطني حول البيئة والتغيرات المناخية بدعم برنامج سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة. شدر دانين دينك شدر ما في راس حرينا ما حامي بردلو نقدر نقوده عشان الشدر ما عندنا، بس الشدر ده معانا علينا صوهم كل عندهم الروح ينفسوا، عشان ده كان ما عندكم فحش مدربوك وكل عزره وكان قاعد كله صبوا علمي. الأمينة العامة بوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان ممثلة للوزير أشارت إلى الاهتمام بغرس الشتيلات وسقايتها بطريقة منتظمة، وللإشارة فإن مؤسسة الإغاثة للتنمية وتأهيل النساء سوف تواصل حملاتها التوعوية حول حماية البيئة بدوائر العاصمة أنجمينا. أما في الأقاليم، تمكنت قوات الأمن والدفاع بإقليم والداي بإلقاء القبض على المتهمين بسرقة سيارة رباعية الدفع، كما تم عرضهما أمام وسائل الإعلام بالمنطقة وذلك بحضور حاكم الإقليم. تفاصيل لدى زميل الحسين النور يوسف. ألقي القبض على متهمين من قبل محافظ محافظة أسونجا بإقليم والداي محمد عبد الكريم علي، وكان بحوزة المتهمين سيارة رباعية الدفع، حيث ذكر بأن هذه السيارة كانت لأحد آباء السارقين وأنهم قدموا بها من العاصمة في 21 من الشهر الجاري ومتجهين إلى دولة السودان لبيعها، ولكن في محطة التفتيش الحدودية لمدينة أدري حدث ما لم يكن في حسبان هؤلاء الشابان، وأنهم في آخر لحظة لعبور الحدود التشادية ألقي القبض عليهم من قبل قوات الدفاع والأمن. حاكم إقليم والداي آدم فورتي أحمد
سمن هذه اليقظة والجهة المتواصل الذي تقوم به قوات الدفاع والأمن بالإقليم حسن إياهم إلى مضاعفة الجهة من أجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم. من ناحيته مدعي الجمهورية لدى المحكمة العليا بمدينة أبشة أحمد صالح موسى قال إن كل من يتجرأ إلى مخالفة القانون العام للبلاد فإن المحكمة ستأخذ مجراها. نبقى دائما في الأقاليم حيث استقبل الأمين العام بإقليم جيرا وفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بهدف دراسة عدد من الملفات التي تتعلق بتنمية المنطقة. حسن جد عمر. إنها بعثة اقتصادية يقودها ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أحمد آدم سلاحاي وصلت إلى مدينة مونغو حاضرة إقليم جيرا حيث استقبل وفد البعثة الممول من المعهد الوطني للإحصاء والدراسة الاقتصادية والديموغرافية بتشاد من قبل العميد العام للإقليم جرامبي تيد لينغاميو ممثلا للحاكم. وخلال اللقاء شرع رئيس البعثة أحمد آدم سلاحاي أهداف البعثة للحضور مؤكدا بأنها جاءت لدراسة الملفات المتعلقة بمحاربة الفقر والرد على احتياجات الحكومة وشركائها في التنمية وكذا الحصول على معلومات خاصة بتقوية الخطة الوطنية للتنمية. أما في كلمته الترحيبية للوفد فقد أكد الأمين العام للإقليم جيرام بيتي جاهزية المسؤولين الإداريين بجيرا للوقوف مع البعثة لإنجاح ما تصبو إليه خلال تواجدها بالإقليم مشيرا إلى أن هذا العمل يدخل ضمن الخطة الوطنية للتنمية المسمى بالبندي التي وضعها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من هنا حتى العام 2030. عودة إلى العاصمة التشادية حيث استقبل عصر اليوم النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة تجاني عبد الرحمن الوفد التركي وذلك بهدف تدريب عمال البلدية في مجالات مختلفة. تفاصيل لدى ياسر محمد أحمد. يجيء هذا اللقاء بين الوفد التركي وإدارة بلدية أنجمينة في إطار التعاون المشترك بين مدينة أنجمينة وإسطنبول التركية وذلك بالتعاون مع وكالة تيكا التركية ووزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن بهدف تدريب عمال البلدية حول التخطيط الإمراني وكيفية إدارة النفايات والاستفادة منها وجعل مدينة أنجمينة جميلة وخالية من الأوساخ وفق البرنامج الوطني للخطة الوطنية للتنمية. رئيس الوفد مراد تومان قال إنهم سيدربون عمال البلدية في المجالات المختلفة لمدة 5 أيام وبعد ذلك يتم اختيار بعض من المشاركين لتدريبهم في تركيا. النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة رحب بهذه البادرة التي قام بها الوفد التركي. إن شاء الله سنستفيد منها ونقوي هذه الطريقة وهذا الأسلوب التكاتف التعاوني التي أصلا جاءت من تركيا وشركة تيكا منظمة تيكا لم تقتصر جهدها إن شاء الله وهي منظمة حكومية. كما شهد اللقاء تقديم هدايا من قبل الوفد التركي إلى إدارة البلدية تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين. نصب عصر أمس عمدة بلدية أنجمينة عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى أعضاء المكتب الجديد للنقابة الفرعية لسائقي دراجات الأجرة بالبلدية حيث يضم المكتب 22 عضو. تقرير لدى زميل حسن جدة. إن تنظيم عمل سائقي دراجات الأجرة أو ما يعرف بكلاندو عملية شرعت في تنفيذها بلدية الدائرة الخامسة لمدينة أنجمينة عقب القرار الذي أصدره مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة في سبتمبر من العام المنصرم حيث أجبر ذلك القرار جميعهم بارتداء زي خاص بهم إلى جانب تلوين خزان الدراجة وعليه جاءت مناسبة تنصيب أعضاء المكتب الجديد لنقابة سائقي دراجات الأجرة بالدائرة الخامسة وذلك من قبل عمدة البلدية. أنا لم كان لبس تنيرة إشارة للناس ما يرمسروا لبس نطلب من ناس الرسكونسابر أنا ديفيران كاريفور كان نار مدقات بلا تيني في كاريفور تخلي ما يخصوا قليها بس كان هذا مرمك إن تيني ده سيفة حقا أنينا ما نعرف وأنينا ناس أنا مريكو لنراهم الليل ونهار بركي الناس ما عندهم تيني ده لخرجون. مكتب يضم في معيته 22 عضوا يراسهم عبد الرحمن محمد بشير الذي طلب من زملائه تطبيق قرار البلدية تجنبا للمخاطر التي تقع جراء المطاردات التي تحدث بينهم والشرطة هذا وختمت المناسبة بمسرحية تحكي الواقع الذي يعيشه بعض المخالفين للقرار في العاصمة أنجمينة إلى جانب أهمية ارتداء الزي.
احتفلت صباح اليوم مؤسسة هيلين هوك بمناسبة اليوم العالمي للدورة الشهرية الذي يصادف 28 من مايو من كل عام، وذلك بحضور أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة روضة صالح، والمزيد من التفاصيل. وسط أعداد كبيرة من الفتيات من مختلف المدارس داخل العاصمة، فقد احتفلت مؤسسة هيلين هوك بمناسبة اليوم العالمي للطمث مايورا بالدورة الشهرية أو الحيض، والذي يصادف 28 من كل عام. وبهذه المناسبة فقد تحدثت رئيسة مؤسسة هيلين هوك منى لوكي عن أهمية هذا اليوم بالنسبة للفتيات والنساء نحو تقديم التوعية لهن، وذلك نحو كيفية استخدام الطرق الصحية أثناء الدورة، كما أكدت بأن كثير من الفتيات تنقصهن الخبرة لهذه المسألة. أمين الدولة بوزارة الصحة العامة جورج لازار ممثلا للوزير أثناء كلمته أوضح بأن الاستخدام الغير صحي لبعض الفتيات أثناء الدورة قد يؤدي إلى حدوث أمراض مستقبلية، مشيرا بأن رئيس الجمهورية أعطى مكانة خاصة للمرأة في ظل الجمهورية الرابعة، مناشدا كافة النساء بضرورة متابعة الإرشادات الطبية واستخدام الوسائل الصحية للوقاية من الأمراض. وعقب ذلك تداخل الدكتور مانيكاسي بالتوجيهات والإرشادات الطبية للفتيات والنساء مثل استخدام الوسائل النظيفة والصحية وممارسة الرياضة، كل ذلك يساعد ويساهم في تنظيم الدورة. وفي ذات السياق نظم احتفالا بمناسبة هذا اليوم بمدرسة بط البقرة بالدائرة السابعة بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الطمث بهدف توعية الفتيات المراهقات حول أهمية هذا اليوم. تقرير منى حسن سكاي. بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الطمث، لذا احتفلت البلاد كغيرها من البلدان الأخرى، ويهدف هذا اليوم لرفع مستوى الوعي للفتيات المراهقات في جميع أنحاء العالم، والتي نظمها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسيف في دورتها الأولى. استهلت المناسبة بكلمة ممثل أمدة بلدية الدائرة السابعة، حيث رحب بالحضور وطلب من المعلمين القيام بتوعية التلاميذ في المدارس حول هذا الموضوع. أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة سيليستي أكد في حديثه بأن هذا اليوم فرصة للنساء والفتيات لمناقشة كافة المواضيع التي تخص بالحيض، وطالبا من المسؤولين القيام بأهمية توفير تلبية الاحتياجات الصحية المحددة للفتيات. أما في مداخلتها الأخيرة، مديرة تطوير تعليم الفتيات فاطمة غاتيبي تحدثت عن الهدف من هذا اليوم. الهد في أكولات بيجي مش الاب لبنات، مش الاب لبنات. هسا اليوم سينا جورنيه لانسي جورنيه مونديال هنا هدا عشان الايال يدربوهم كيف بنيتهم هجلة تقدر تجي تحافظ نفسها وتجي في أكل. هذا وفي نهاية المناسبة قدمت جوائز للمتفوقين في مدرسة بط البقرة لهذا العام. أعزائي المشاهدين، وبخبر حفل مناسبة اليوم العالمي للنظافة الطمس نصل وإياكم لنهاية هذه النشرة، وشكرا لحسن المتابعة.